يعني ربما السياسة بالنسبة للفرد العراقي وبالنسبة للمثقف العراقي يعني أحد العناصر الأساسية في مكوناته ولا يمكن أن يهرب منها، لكن هو لم يكن لديه تجربة سياسية متميزة أخفق فيها، وإنما يعني أنا أعتقد ضمن الجو العام يعني لتجربته الشخصية والحياتية بالذات في علاقته بالمرأة وبالحياة ربما وجد مثل هذه الإخفاقات، لأنه يعني أنا في دراسة مبكرة لتجربته الشعرية نشرت عام 72 يعني أجريت مقارنة بينه وبين النحات في دياس الذي يعني صنع تمثالا لامرأة جميلة وطلب من الآلهة أن تحيي لها أن تبث الحياة، وفعلا بثت فيها، ولكن هذه المرأة سرعان ما اختارت رجلا آخر وتركته إلى الخيبة.